الانسان دار له خصو يزيد من عنده باش يطور اكثر فاكثر. لونطريمات الفرقه كتعاون ولكن كل ما زدتي من عندك كل ما مزيان كل ما طورتي اكثر فاكثر. ثم نشكر السي حكيم اللي شقوم معنا بحد مجهودات كبيره صراحه من الصغر واش يتريني به. ثم نشكره من هذا المنبر هذا. ثم نشكر كاع الناس اللي واقفين معايا وكيعاونوني وسيبورطيوني في هذا الشيء اللي شندير. ثم نقول لكم عمرني غنسالي لكم كاع داكشي اللي درتو معايا. ثم نشكر والديا اللي واقفين معايا من الصغر وهادشي كله شنديرو على قبلكم وحشي على قبل راسي. وان شاء الله كنطمح فهمتي نكون شي لاعب كبير ولا شي لاعب ميلو ديفونسيف في هاد الشبان فريق راسينغ البيضاوي. كنبغي نشكر حتى استاذ تيرمينا استاذ عزيز كاع المؤطرين اللي دس عندهم فريق راسينغ البيضاوي. الحمد لله استفدت منهم بزاف كانت تجربه زوينه والحمد لله باقي انا معاهم وكنطمح ان شاء الله نلعب شي فرقه كبيره في المغرب وعلاش لا فريق وداد البيضاوي. اللاعب القدوه ديالي في المغرب صراحه كاين واحد يحيى جبران تيعجبني السيل دو جو ديالو. بالنسبه لوروب تيعجبني اللعب ديال سيرجيو بوسكيتس وكازيمير. التجارب الخاصه انا كنلعب في الكادي او دي 7 كنلعب فريق الوداد البيضاوي. كنزي خصني نزيد من عندي كنتريني باش نزيد من عندي حيت لونطريمون ديال الفرقه راه ما كافياش. حنا كنترينيو 4 ايام في السيمانه كنزيد من عندي اثنين. كنشكر الاستاذ حكيم اللي كيعاوننا في لونطريمون ديالنا في الشهاد ديالو. كنشكر والديا اللي كيساندوني في هادشي اللي كندير. كنلعب ميليو كنلعب الي في المغرب. كيعجبني عمل حسون. طموحات ديالي هو هاد العام بعدا بغينا نحاولوا ندوزو براج ان شاء الله ندوزو براج باش نقدروا نديو البطوله ان شاء الله.